واحد السلام عليكم ورحمة الله. شباب بخيرين، هانين، صحة لاباس، أسأل من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. جي ام ام هانين، كلشي بخير الحمد لله. الإخوان كتهضروا على الهمشة وكتهضروا على القميلة وكتهضروا على يعني شنو هما الحوايج اللي يقضيو فيهم. الحاجة الوحيدة اللي صراحة غنقدر نفيدكم بها أنا بالنسبة كتجربتي أنايا كتجربتي أنا أخوت مول القملة كيفاش كيفاش كتكون وكيفاش كيفاش كتزاد. الوغ القملة كتكون من باتيري يعني البقايا ديال الفراخ كتكون منهم، يعني ما كتقدر تكون من الزبل ديالهم حاشاك، ولا تقدر تكون من الريش ديالهم اللي كيطيح ولا عندهم يعني منين كتكون. ودي حاجة فين كتكون اكثر، هي كتكون في بلاصات اللي فيهم حفاري. الا كان عندك شي حفاري، الا كان عندك شي بلاصه، مثال هذا الخوت، عرفتي شنو هو؟ هذه هي الدار العزيزه على الهمشه، هذه الدار اللي كيبغيها الهمشه القمله عزيزه عليه، عزيزه عليه حاجه هنايا كيدير الراري والولاد والجدود والعمام وعرفتي شنو هو، مع هو كيتكاثر بالخف. ما كاينش. الحل الوحيد انا باش نقدر نتفادى نيت، دابا انا نورمالمون كنحيد هادو حيت انا لقيت نفس المشكل اخوان. هاد المشكل هذا يعني عند جميع المربيين الا الا كان كيدير النظافه يوميا، يعني كيجبد هادو كينقيهم كيدوز بالقفز كينقي، هذيك ما غتكونش. في حاله عاوتاني العشاش نورمالمون هذيك الوقايه خاصها تكون يعني في هذا الوقت، هذا خاصها ضروري تكون يعني تكون نقا، يعني خاصك يوميا تنقي هذيك باش ما تكونش الهمشه. والامر المهم كيف ما قلت لكم هما فين كيوقف عليهم الفرخ، اللي كيوقف عليهم الطير. اشنو درت دابا انايا؟ انا كنقاد في هاد العصيبات هادو، كنقطعهم كنقادهم للقفوزة باش على الاقل ما عندها فين غتوقف، ما عندها فين غتدخل، يعني مسدوده. هذا اللي داعي، ماشي ما نقول لك عاوتاني ما ديرش هادو. الا قدرتي تسد هادو علاش لا سدهم، وما غيدخلوش لك ابار بان خلا واحد هما كيمشيو يتكونوا في هذيك. هذه بالنسبه للحوايج اللي كيتجمعوا فيها القمله. الهمشه في كتجمع في هذا اللايس هادو. المهم نقطع الفيديو ونعاود نكمل لكم فيديو اخر. يعني الخوت كيف ما قلت لكم انا تناس استعملت فروت لاين، استعملت بزاف ديال البرودويات، ماشي نقول لكم ماشي افيكاس، عندهم واحد الظرف وجيز على حسب. الحاجه الوحيده اللي بغيتي هما البلايص تقابي سدهم، اي ثقبه فين كاينه الثقبه سد ما تخممش سد. بالنسبه لياسين وليد الخوت، دابا بالنسبه للانسان كلشي حابس، كلشي يعني ما عندكش فين غتمشي تقدا الدواء، ما عندكش فين غتقدا هادي، انا راه كنت ديجا درت فيديو على حساب، وانا دابا حاليا كنستعملو. ويعني صراحة هما شنو قالوا لي؟ قالك اودي مهما كتستعمل هاد البرودوي هذا قد ما غيبقى الفعالية ديالته، راه قد ما غيبقى نورمالمون غتشوف بان راه كاينه الهمشة. وما هي؟ هو هذا الخوت، انا راه قلتها لكم شحال من خطره، بيتادين الخوت راه افيكاس، والله العلي العظيم تا افيكاس. طبيعة الحال من بعد النقا راه ماشي نورمالمون نقول غندير هذا صافي غيقدر لي على الهمشه، لا خاصني ضروري نتجنب المسائل اللي كتجيب الهمشه، ياك خاصني نحيد المسائل اللي كتجيب الهمشه. كيف ما قلت لكم تقابي بالنسبه لاي بلاصه اللي غتكون فيها بحال ما كتقول ديال الماكله ولا اي حاجه فيها شي خويه، ماشي فيها السوره شي لعيبه، خويا نقي وقاد. انا نقول لك نقي وقاد، عرفتي علاش؟ تما غي تما فين كيبيضوا، تما راه سبحان الله عندهم واحد العش، هما الهمشه عندهم واحد العش كتغلفوا وكيتزادوا لداخل. مؤخرا انا درت لكم واحد الصوره وريتكم بان انا كندير نظافه، مهما انا عندي في الدار عندي الحاجه الصح نقضيو الغرض. دابا طولوا لينا مشات حتى شهر 5 نهار 3 عابش،
ونشوفه واش نقدر نرجعه ولا لا. يعني غترجع الامور ولكن بشويه بشويه ما علينا. دواء اخر انا اللي طبيت الحال خديته شحال هادي وكنبغي نجرب وكنبغي نستعمل دابا راه كنجربه اخوتي في هذا. ها هو كيف ما كتشوفوا هذا الخوت بطبيعه الحال هذا كتقدر دير به الوقايه تقدر تبعه نعاودوا لك اخوات. شي تندير لكم التصوير تحت جاب مع الفيديو ما غيبانش لكم الصوره ديالهم بعد ما علينا. الدواء ماشي بوحدو افيكاس ضروري خاص من النقاء خاص ضروري من الوقايه هادي باش نحطوها في بالنا اخوت راه ماشي الدواء صافي ندير ليه الدواء الطير ديالي راه غيبقى بخير ماشي ضروري خاص ندير ليه فروت لاين صافي الطير ديالي لا ضروري خاصني نعاون باش نعاون بالنقاء. بعد ما درت هذا شفت هذا ماشي ما قدر ليا والو ولكن هذا نورمالمون كان ديك الساعه باقي عندي انا البيض دابا البيض هو المشكل البيض ديال الهمشه هو المشكل البيض ديال الهمشه هو اللي كيتجمع في البلايص اللي فيهم تقابي سمعتي البلايط اللي كيتجمع فيهم الهمشه هما البلاصه اللي فيهم تقابي. الو كتنقي من بعد كتبان المسائل ديالك فوالا وكتبان التخربيق كتحيد كاع ديك البلاصات كتنقي بالدونتي فريز ماشي بالدونتي فريز يعني بالشيته ديال السنان دوك البلايصات اللي ما عندك ما كانش عندك شي شيته ديال السنان غتلوحه كتخدمها باش كتحك ديك القنيتات اللي ما تقدرش تدخل لهم بصبعك ولا ما تقدرش كتحكهم بهذيك باش صافي وجافيل وخلي داك الشيء يحيد باش ما تحيدش. هذه اول حاجه خاصك دير اول حاجه العشاش شناهو سميتو كيقول لي سالي كربوناتا المهم بيكربوناتا فواد راه عارفه ولكن تدعونا فواد الله يستر عليك تقول لي شناهي بيكربوناتا الخوت هي راه مزيانه غا شنو غدير غدردرها فوق العش وما تخافش هذا مكون من البيكربونات فيه بيرسونتوار ديال البيكربونات تاهو منه صالي يعني صالي اش كيقول بابا صالي دي بيان بان كول ما سميت بابا المهم تم بعد غنوري لكم انا هذا عرفتي شنو الفيديو راه وصل دابا 4 دقائق انا دابا شنو هذا درتو ليهم بعد ما نقيت ليهم بعد ما قديت ليهم بعد ما هذيك عطيتهم نورمالمون دابا عطيتهم هذا والحمد لله ما بقاوش كيبانوا لي بعدا كيطيروا بزاف خاص الطير كيبان لك كيكون ستريسيك هادو في الحالات بان كتعرف بان الطير راه عنده الهمشه حاجه. بالنسبه بعد ما درت النقاء بعد ما قديت ديك الساعه عاد اوتيليزي البرودوي اللي عندك اخوان هادي راه من صراحه لا داعي باش نبقاو نستعملو في الدوايات وحنا اصلا عندنا يعني خاصنا نشوفو المشكل هو النقا اول حاجه المشكل هو النقا نحيدو كاع المسائل ديالنا نقيهم دابا الحمد لله بنادم ما جالس في الدار يحاول ينقي اللي جالس في الدار الله يحسن العون يحاول ينقي ويجبد المسائل ديالو ويحط من بعد ما ينقي عابش دير فروت لاين يعني من بعد الدوش ومني دوش ومني تقادو عاب دير فروت لاين ديك الساعه باش هادو هما الطرق باش كتستعملو هادو هما الطرق الصحيحه اللي كتستعملو وزيد عليها مني تنقي هادشي كاع كامل انا كنصح الاخوان بيتادين عندكم في الدار الخوت غتشدو قرعه ديال الماء. المهم شحال عندك ديال الطيور انا عندي طيور اللهم بارك كنشد اطرو نص ديال الماء كنخوي شويه حتى كيحمر كنحطو ونعطي الطيور ديالي. الدراري اللي قالوا لي ها علاش ولا كيفاش هو مزيان كيحيد الحراره وكيقتل حتى الهمشه وقال لي اين فو غيولي اللون ملي غيطير غيولي يدوش وغيبقى اللون ديالو ديال الماء هو هذاك احمر عرف راه اوكي الا ولا بيض عرف بانه راه باقا الهمشه كدور يعني انت بقى داوي به حتى يبان لك الماء يعني باقا في الكولور ديالو باقا في الكولور ديال البيضاري طبيعة الحال ما غيبقاش ديك النصوحيه ولكن غتبقى ديك السفوريه غيبقى داك سميتو ديال البيضاري. كثرت عليكم الخوت خويا فؤاد الله يحفظك اخويا العز كاينه انا كندير لهم هادي ها انت خدام معاهم ما كاين ما يدار نتولوا معاهم شنو غندير يلا كي خلا واحد خلينا البيسي تا هو كيحمقني شويه خاصنا نبدلو دابا هي بحال هكا كنقسم ما كندير لها ديك اللعيبه ديالها شاد لها الابار ديالها. المهم هذيك اللعيبه كتموت الحديده كتموت ليا مع هذا هانت انا نوريك كتموت ليا دابا مع هذا هانت شاد
تبقى هادي هاي بحال هكا نورمالمون صافي هانيه. دابا هادي بعدا بحال هكا على العقل بعدا خلاها واحد الهمشه ما غتبانش لي ديك الساعه غيبداو عندي غيبداو عندي بلايص صغار. دابا راه نتصور عندي هادي حتى هي هادي حتى هي مدير فيها مدير فيها سميتو ديك كاغي تحرش بلاتي نشوف لي جبتها. هادي راه الله كيغسلتها هادي راه الله كيغسلتها هادي راه الله كيغسلتها حطيتها لهم غير هي دابا شي بحال هكا خطر انا راه هادي وخطر شوفها شوف هادي وخطر. دابا هادي شنو غندير دابا انايا غنحاول هادي نورمالمون نحطها فشي بلايصه انت بحال هاد الاخوان هنايا هاد البلايصه هادو هاد البلايصه هادو اش كدير فيهم هاد البلايصه هادو الله يبارك راه ما كان الله يعطيك الصحه اخوتي والله الا العظيم. هادو هادو شوف شوف ها اللي ها اللي ما خاصش يكون شي هادي ما خاصش تكون هادي ما خاصش تكون الاخوان الا بغيتي تقدر على الهمشه الا بغيتي تقدر على الهمشه هادي الخوت ما خاصش تكون بقاش هنايا في كتمشي تغول هي هنايا في كتمشي دير والطير ملي كيوقف مسكين كياكل كيولي خلاها غادي ديها منا ويجيبها لهنايا. الور ملي كيوقع لهاد المشكل هذا شنو خاصني ندير ليها هنايا ها انت خويا فؤاد انا درت لها هذا الشيء وما قلناش كبنت ما قلناش كبنت انت سير حيد سير حيد شيا هايا باغي يبان باغي يبان تا هو هادي هادي اللي تبقى انا ندير لها هادي غنحيدها يلا كي حطيتها لهم ابي ما قدنت لهم العود هادو الاخرين هادو عندهم هذا ديالو هادي تاهي مفتوحه من التحت شيا هادشي كاع غنبدلو خويا غنديرو عود هنايا ونوض نايت خوت. المهم انا دابا كنت كانت عندي هادي نوريكم دابا شنو القارب اللي كان كيوقع ليا هنايا انا داير ليهم العود ودرت ليهم التويشيات هادو التويشيات هادو هما كما كتشوفوا هادو شنو هما الرياضه ديالهم نوريكم نوريكم شنو هما هادو ها هما هادو كناخذهم ديجا اصلا من هنايا فيهم كاغط الحرش ولكن شو الديفو فين كاين الديفو هنايا شي الديفو فين صعب الهمشه صعب الهمشه صعب القمله ها الديفو فين كاين اخوتي ها الديفو فين كاين فين وقع لي انا الديفو كنقي كنجي الغد ليه كنلقى ولا ماشي الغد ليه ولكن كدوز ديك 3 ايام 4 ايام بحال ما هكاك كنلقى عاوتاني. اشنو درت دابا درت النيتواياج طوطال كيف ما دار خويا وليد جالس جالس قلت اجي اللهم حيد داكشي من ازيرو حيدت اشنو درت دابا دابا هادشي باقي مازال ها هو كيف ما يبان لكم انا حيدتو انا حيدت وشي هادي الرجاء هادي البلاصه اسمحوا لي الخوت. المهم هادي دابا انايا ها هي كتبان لكم عاوتاني بحال هكا ياك انا اش درت ليها ها نتوما شنو يبان لكم اش غيبان لكم اش درت ليها العود نيشان ما كاين لا سيدي بوزكري لا لا والو يعني نيشان ما عندو بني غدوز لا مشى بابا واخا هاديك سميتو مزيرة دابا العود هنايا كيدخل ليا قد قد يعني نيشان نيشان هانت بحال هدا دابا هدا ها هو نشدو بحال هكا دابا هدا عود هدا عود شنو غنديرو ديال عشرة ديال عشرة هنايا غتجيني قد قد سمحوا لي حقاش شاد التليفون بيد وحدة وخدام بيد وحدة دابا هنايا هادي غدخل ليا نيشان غدخل ليا نيشان فوالا دابا هنايا ما يبقاش عندي كاع اصلا منين يدوز ومن هنايا من بعد غنسد باباها هنايا غنسدها هاد البلاصة هادي كلها غنسدها غنسدها بالسيليكون خوت السلام عليكم. المهم كمل لكم بعد النيتواياج قديت فوزة درت شويه ديال حساب الهمشه درتو لتحت درت شويه هنايا عاوتاني فوالا وغنحطو سبريامو سبريامو ان شاء الله من عند الله عز وجل ما جيناش عاوتاني الهمشه. المهم دابا حنايا حاربنا كنحاربو فيها كنحاربو فيها كيف ما شفتو دابا نتوما بحال هكا هنايا عاوتاني درتها ها هو انا درتو انا هو عاوتاني درتو درت فوق ودرت تحت وديما مع مول
الهمشه. المهم لا حاولت تداوي دواء خويا والنيتواياج. بالنسبه لهادو ها هما حطيتهم هنا درتهم السيليكوني. انتم كيبان لكم مع الضوء هادو راه عامرين الخوت باش ما يبقاش يدخل لي فيهم حتى شي حاجه. هادو باش ما يبقاش يدخل لي يعشش لي فيهم سميتو الهمشه. هنا الهمشه كتدخل. انا بابا ما خليش ليهم كاع هنايا كاع دابا كونتروليت النيتواياج المسائل كاينش كاينش بابا كلشي الغسيل كلشي الغسيل كلشي حيتني واحد القفوزه كانوا زايدين عندي صافي بارطاج قدت المسائل ديالي وهذاك يلا خوت الله يسر. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.